بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في استنباط الأحكام من الآيات، من قوله تعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت، إلى قوله تعالى: ولهم عذاب أليم. وقلنا في آخر الحلقة السابقة إن هذه الآيات فيها تحريم كتمان العلم، والمراد بكتمان العلم عدم نشره وعدم تبليغه للناس، وأن الإنسان يسكت عليه والناس بحاجة إليه، فيترك الجاهل في جهله، ويترك العاصي والمخالف على معصيته وعصيانه وتمرده، ويترك المحتاج إلى بيان الفتوى والعلم على جهله، وهذه جريمة عظيمة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وهذا ليس خاصا باليهود والنصارى، بل كل من عنده علم فقد آتاه الله الكتاب، فعليه أن يبلغ هذا الكتاب ولا يحتفظ به في ذاكرته ولا ينتفع ولا ينفع به أحدا من الناس. وقد جاء في الحديث أن من علم علما فكتمه فإنه يلجم يوم القيامة بلجام من نار. وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. فلا يجوز كتمان العلم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، إلا في حالات خاصة يجوز كتمان العلم إذا كان في كتمانه مصلحة راجحة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فيجوز كتمان شيء من العلم إذا كان في إفشائه مضرة راجحة، فإن كتمانه هنا يكون لمصلحة راجحة، وهي أن لا يتساهل الناس في أمور الدين وأمور المعاصي، ويقولون: ما دمنا ليس عندنا شرك فإن الله لا يعذبنا، لو أظهر هذا لبعض الناس لاغتروا. فلذلك قال له صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. أما في غير هذه الحالة، وكذلك في أمور الفتن، الأحاديث التي فيها الفتن ويحملها الناس على غير محملها، هذه أيضا لا تظهر إلا للراسخين في العلم. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، واحد بثثته في الناس، والآخر لو بثثته لقطع هذا، وأشار إلى حلقه رضي الله عنه. فإذا كان في كتمان بعض مسائل العلم مصلحة راجحة فإن ذلك لا بأس به، بل قد يتعين. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا تحريم الفرح بفعل المعاصي، فإن بعض الناس يفرحون بنيل شهواتهم المحرمة ويتمدحون بذلك ويتلذذون بذلك، وينسون أنهم قد عصوا الله وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهانوا بحرمات الله، وينسون الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، فيفرحون بما يأتون من الذنوب والمعاصي، وربما يفخرون بذلك ويعتبرونه من التقدم، كما هو واقع من كثير من الناس اليوم الذين
يشربون الخمور ويفعلون الفواحش ويظنون أن هذا من المدنية وأن هذا من التقدم، والذين أيضا يأكلون الربا ويقولون هذا من الاقتصاد العالمي وهذا وهذا، فيفرحون بذلك. والذين يحثون على النساء على التمرد على أحكام الله والسفور وخلع الحجاب ويقولون هذا من الرقي والتقدم، فهذا من الفرح بالمعاصي والمخالفات. وكان الواجب على المسلم أنه إذا وقع في معصية أن يندم عليها غاية الندم، ولهذا من شروط صحة التوبة أن يندم على فعل الذنب. والله جل وعلا ذكر عن الثلاثة الذين خلفوا كيف أنهم تألموا من ذنبهم وأنهم تضايقوا من ذنبهم حتى تاب الله عليهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهؤلاء يفرحون بما أتوا والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أنه إذا وقع في معصية أن يندم غاية الندم ويبادر بالتوبة. ولهذا جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم حب المدح على ما لم يفعله الإنسان من الخير، لأنه كذب، لأنه مدح في الكذب. وما أكثر من يمدحون ويبالغون في المدح على أشياء لم يفعلها الممدوح ويرضى الممدوح بذلك، فإذا رضي بذلك فإنه يدخل في هذه الآية الكريمة ويفرح ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وكان السلف يكرهون أن يمدحوا حتى على ما فعلوه من الخير، يكرهون أن يمدحوا على ذلك لأن هذا ينقص من ثوابهم. والزهد في المدح هذا أدعى إلى الإخلاص لله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآيات أن الكفار لا يزالون مع المسلمين في التطاول والقتل والتشريد مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ويؤخذ من هذه الآيات أنه لا مطمع للكفار في النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وإنما الطمع في النجاة هو لأهل الإيمان، فالمؤمن يرجو رحمة الله ويخاف من عذابه، أما الكافر فإنه لما أمن من عذاب الله وأمن من مكر الله فإن الله سبحانه وتعالى جازاه بأنه هالك الهلاك الذي لا نجاة منه يوم القيامة. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.